هاي جايز، عم بتابعوني هون عز زعرور. اليوم معاي زوجي حبيب قلبي نور ياسين. ياي، اليوم الفيديو نور رح يعمل لي مكياج. يعني هو دائما هيك بس يشوفني بحط مكياج بقول لي واو هاي الريشه زي الريشه اللي بستخدمها للرسم. مزبوط. فاليوم قررنا نعمل هذا الاشي، نصور هذا الفيديو. بس شو في بس؟ بس شو البس؟ بتقول انك رح تعمل لي مكياج وانت مغمض عينيك. لا حبيبتي ما اتفقنا، ما حبيت اصدمك مره واحده، فيش مجال. ورح نبلش طالع سلطه. هذا هو المبدا، اني اشوف شو ابداعك، شو راح تساوي. ابداع مين وانا مغمض؟ طبعا اللي حاشرح لك شوي عن شباب صبايا، هذا مقلب مو تحدي. بس عشان يكون عندك اللي معي يعلق بالتعليقات، مقلب ولا تحدي؟ بس عشان يكون عندك فكره خليني اعطيك هيك ملخص عن شو بدك تعمل. اوكي طيب. اجهز الاشياء. الله يستر، عن جد ابصر شو راح يصير. ماشي. انا اللي بعرفه عن المكياج فقط بانه في فراشي وفي الوان بتنحط على الوجه. بالضبط. هي هذا اكثر شيء. بس بس جايز ما تنسوا تعملوا لي لايك شير سبسكرايب، صح، وتضغطوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد منها. ياي، وما تنسوا تشتركوا بقناة نور واستنوا منه اشياء رهيبة ونار. رح اصور عبين ما تغسل ايديك واحكي لهم. اوكي سو جايز، بدي احكي لكم الاشياء اللي رح نستخدمها لليوم. يلا حبيبي تعال اشرح لك. يلا. طيب اول شيء شوف ايش لازم تستخدم. لازم تستخدم فاونديشن. اوكي اوكي، بتحطوا هذا على كل الوجه. موافق على كل الوجه. فاونديشن هو عشان يتغطى الوجه هيك بكل هذا. تمام. اذا بدك انا بعطيك اياهم واحده واحده، بعدين بنحط هذا الكونسيلر لتحت العيون. يعني الفاونديشن لكل الوجه هذا لتحت العيون ليش؟ عشان يعني اذا كانت منطقه تحت العيون تعبانه او شيء بحطوا هيك تحت العيون عشان هيك تعطي. بس حبيبتي انت منطقه تحت العيون مش تعبانه، بس اليوم بدنا نعتبرها تعبانه. اوكي شوف، في عنا اشرح لك للفاونديشن في هدول الطبطبه كلياتها فيهم. تمام. سو عنا تعرفوها هاي. اوكي طبطب لي فيها على وجهي. اوكي بهذا الفاونديشن. تمام. اوكي بعدين بس انا هذا الفاونديشن كيف بدي اشوفه انا عم احطه على الطبطب لك؟ تفتح علبه الفاونديشن بتحط اذا بدك على ايدك. لا ما راح احط على ايدي على فكره، مشان نتفق على ايدي ما راح احط. يا الله. نستخدم هاي صغيرة اوكي للكونسيلر. وبعدين حبيبي شوف في عنا الاي شادو، عنده كل هاي الالوان ليستخدمها وما راح يشوف منهم ولا شيء. سو هاي الالوان بتشوف اي لون بدك. كيف بدي اشوف اذا مغمضتي لي عيوني؟ ما بتشوف. اوكي موديل اليوم بدك تطلعي موديل. وفي ماسكارا. وفي ماسكارا لازم تحطها الحمرة. اوكي ايه؟ اسمع اسمهم هدول برونزر واي لاينر هو بلاشر. البرونزر عشان هيك شوي يعطي سمار. بس فعليا صار 16 طبقه حكيتي لي. صح هم كتار، هم كتار. مصعقني بحط كل هاي الاشياء لما بدي اعمل مكياج. فاونديشن فاونديشن انا بعطيك اياهم واحده واحده. اوكي ماشي ماشي. يلا جاهز؟ جاهز. انتوا جاهزين جايز؟ يلا. قبل هيك بس خليني احكي لهم وافرجيهم العرض الرهيب الفظيع اللي عاملينه هواوي لفتره الميجا لايف سيل تبعتهم. شوفوا هالفيديو وشوفوا العروض الرهيبه. يلا. So guys جاهزين لأكبر حدث هواوي ميجا لايف سيل من 25 نوفمبر ل 27 نوفمبر، خصومات بتوصل ل 90%. خليني أبلش لكم بالعرض الرهيب تبع هواوي ميت 40 برو اللي اليوم تقدروا تطلبوه وسعره 3999 درهم، بيطلع لكم وايرلس تشارجر 40 وات وهدايا تانية معاه رهيبة. وفي عروض مثل اشتري واحد وأحصل على 50% خصم على الهواوي ميت 40 برو 5G اذا بتستخدموا الكوبون الخاص فيه. في كتير كوبونات بتقدروا تستخدموها لتحصلوا على عروض روعة، وفي عروض عن جد مش لازم تفوتوها. فمثلا الهواوي نوفا 7 5G كان سعره 1799، ومع سعر الميجا لايف رح يصير سعره 1499. في عندكم عائلة ساعات الهواوي، فساعة جي تي 2 برو من مجموعة مراحل القمر سعرها 999 درهم، لما تشتروا النسخة الرياضية منها بتحصلوا على حزام جلدي مجانا. أما عائلة هواوي الصوتية، سعر اللايف سيل للفري بودز برو رح يكون 649 درهم. أما العروض الرهيبة لعائلة الهواوي تابلت فيعني مش معقول. مثلاً الميت باد برو 5G سعره كان 2999، أما هلأ مع اللايف سيل رح يكون سعره 2799 درهم مع كود الكوبون
AHW200 ورح تحصلوا على لوحة المفاتيح والقلم مجانا. أما آخر شيء رح تكون عائلة اللابتوبس من هواوي، هواوي ميت بوك إكس، الجهاز اللي بيجنن واللي صورت لكم إياه من قبل، رح يكون سعره باللايف سيل 5299 درهم بالكوبون الخاص فيه، فيعني عروض ولا أحلى من هيك. واو مش معقول آه؟ العروض تبعتهم رهيب رهيب مش طبيعي عن جد. سو بيبي جاهز؟ يلا. شكرا. أهم إشي المحارم. يلا. الله يستر الله يستر يا جماعة كيف رح يطلع منظري. أوكي حبيبي يلا. يا الله تفضل. الله يستر من النتائج بقى. بس يا جماعة ما تشوفوا بعدين شو صار، تقولوا والله ما بيعرف يرسم. لا هذا شيء ثاني. شو هدول؟ كم هدول؟ شو هدول؟ شو يعني هدول أصابع؟ كم هدول؟ خمسة. أكيد مش شايف؟ طبعاً ماني شايف. سو حبيبي تفضل، هذا الفونديشن وهاي الإشي اللي بتحط عليه الفونديشن الإسفنجة. ماشي. بدك تحط على إيده. ارفع ايدك بليز عشان الناس يشوفوا. ارفع كرسيتك حبيبي شوي عشان الناس يشوفوا. انا اللي بعرفه بانه الواحد اذا غمض عيونه وبلش يستخدم الاشياء بده شويه وقت لحتى يصير امهر. خليني اخذ راحتي. خذ راحتك واستكشف الاشياء وباذن الله راح يطلع وجهك يعني فخامه. صح هيك صح. بس لا تقوم تنقط علي. لا 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 هاي بحط لك احط لك هاي في معي محارم بس اكثر. لا لا حط كمان بدي احط. حبيبتي ماني شايف شيء. انت نقطت نقطه واحده. لا كمان كمان ما تقوم تكب على الارض. لا ما تخاف. شو صار؟ يعني مبدئيا كنت انت ما بتحط ولا شيء على ايدك. اوكي شلون؟ ممتاز. بس يا ريتها على وجهي مش على شعري. اه انت ما تحركي وجهي. بس بيبي مش حاطط فونديشن. حط حط كمان. ارفع ايدك هيك. هات انا ياي انا مفتحه عيني ووسخت حالي. اعتبر حالك عم تدهن. اوكي عم بعتبر حالي. انه شو يعني بده يكون؟ شو هاد؟ غمضي عيوني. اظن الفيديو راح يكون عبارة بس عن ضحك. والله انه شاطر صراحة. خبرة خبرة. سكري تمك. هذا شو هاد؟ شو هاد يكون بيبي؟ شو هاد؟ صراحة والله انه شاطر. بس بتعرفوا شو عم بساوي حاليا؟ اه عم بتخيل وجهك وكأنه منحوتة. وعم حاول افهم التضاريس لحتى اعرف وين بدها تجي ايدي. واو عم برجع بلف على كل المناطق يعني بشكل متساوي وهيك. سكرة المنح. خلص خلصت هاي المرحلة. يلا نيكست. بس هو ياريت انه ما غطت اللي حواجبي. اللي بعده الكونسيلر. هاي اوكي الكونسيلر بمسكوه. هاي في له ريشة تمام. بدك تسكر عيونك حتى ما يصير الكونسيلر جوا العين مو تحت العين. حاجة تضحكي. العين الثانية. حاجة تضحكي. شلون؟ والله فنان. فنان. اعطيني قطنة الكونسيلر. قطنة الكونسيلر هيها يلا. بس هو حبيبي بقول لك انه هاي المنطقة بتكون رقيقة شوي فيا ريت شوي ترقة. تمام. حلو حلو كثير عن جد كثير حلو. الفونديشن رهيب بيبي. بتعرف شو بدي اعطيك فرصة ثانية تطبطب لي تحت عيني لانه عين ظابطة وعين لا يعني ففي معاه امل ولا لا؟ انا العين اللي ما ظابطة هي بس ما تتحركي. ماشي سكري عيونك. اللي بعده هو الاي شادو. اوكي هاي عندك هاي هاي الريشه هاي الاي شادو وهاي الريشه. اوكي تمام يا هذا اللي بينحط فوق العين صح؟ هذا اللي بينحط فوق العين. ارفع يلا. حطيت صح؟ صح يلا. طيب سكري عينك. ام
وينو؟ واو اوكي يلا تفضل. عشان ضحكي عم بتضحك انه حاول ياخذ نفس اللون بالضبط يعني ف طلع نفسه صح؟ طلع جاره. لا والله يلا بس ما تخاف قريب قريب من نفس اللون. انا ما خلي لك خيارات صح انه اذا بدكم عين يعني سموكي عين ملونه. تمام واو عن جد عن جد لايك واو واو طلعوا عن جد انه شغل فنان عن جد ولا مضحك علي؟ لا والله كثير 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 ظابطه معاه بالذات هاي العين كثير ظابطه معاه هاي العين واو حبيبي اللي بعده لازم اي لاينر. ايلاينر لا ايلاينر مستحيل ايلاينر مستحيل شوف انت لازم هيك تيجي على طرف العين حس طرف العين بس عند الطرف حط شوي صغيره بس نقطه صغيره اوكي عند طرف العين ترى حطيت واو هاي يعني الثانيه حاول تزبطها شوي اكثر اوكي هات خلاص بكفي اي لاينر مشكور واو هاي العين ابداع ابداع اي لاينر يعني وانت بتشوفي بحسك كانك عم ترسمي خريطه ف هاي ماسكارا اوكي يلا تيكي بس دير بالك شوي شوي عيوني ما بستحكم منهم. أنا بتوقع تمام هاي. هاي أظن أنا كمان هاي طلع أزبط بكتير. هاي حطلع أزبط بكتير من هذي. كتير كتير هاي العين كتير أزبط يعني عن جد عن جد هاي العين لازم تدرس. هاي العين فعلاً لازم تدرس يعني بقواعد المكياج. يلا حبيبتي اللي بعده. برونزر وبلاشر. أوكي أول شيء برونزر. هذا وين بنحط؟ الخدود. إيه. أوكي هاد هيك برونزر. أوكي. يلا. إيه. حلو. تمام. وبلاشر. وين البلاشر؟ هاد إيدك هيك هون. البلاشر كمان على الخدود هاد حمرة الخدود. فوق الكون. فوق. شو اسمه؟ حلو. تمام. تمام. الله 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 جمال 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 إشي رائع تفضل حبيبي الحمرة. يعني هون هيك. هاي ريشة. حمرة. إيدي صاروا حمرة صح؟ شوي. طيب مسكي. هات. لا. خلاص مش راح أضحك. أوكي ما راح أضحك يلا. هلا لي فوق. استنى اسكر تمي. تمام. واو صراحة انه يعني بس شوي صغيرة مطلع باللي فوق شوي طلع بس شوي صغيرة هون عند هاي الجهة شوي صغيرة طالعة بس مش اكتر اوكي تحب تعمل لي والله ما بدها كونتور ولا اشي خلصنا المكياج اظن هيك صار المكياج جاهز هلا صارت لحظة اعلان الحقيقة ماشي اوكي مش عارف خليني اتاكد يعني شيل الايه ولا لا استنى بدي اتاكد اذا بدي اي اشي تاني anyway اوكي جايز اذا عجبكم اللوك هاد تبعي قبل ما نور يشوفه اكتبوا لي بالتعليقات اولا ويت كم لايك رح نوصل هذا الفيديو كم لايك نحكي لهم يوصلوا 200,000 لا 200,000 كثير بيبي شوي شوي يعني بيوصلوا ابوه لا 100,000 خلينا نوصل فرجوها هذا فرجوها انه مو كثير وصلوا لل 200,000 100,000 لايك اوكي خلينا نوصل هذا الفيديو ل 100,000 لايك طيب يلا بدي اشوف استنى لازم اعملهم بالاول هيك لايك موديلنج للميك اب اوكي شو رايكم يا جماعه بهالجمال الله اي عين حبيته اكتبوا لنا بالتعليقات اي عين حبيته اليمين ولا اليسار اللي كتير بينك ولا اللي كتير سموكي عملت كل عين لون صح يلا بيبي جاهز جاهز جاهزين يا جماعه يلا شوف ردة فعل نور 1 2 خلي عينيك مغمضات اوكي يلا طلع علي run
بس الصراحة صراحة رهيب. هلا بينفع للهالوين يعني الحقيقة. لو بتقولي لي طلعت شوي وين؟ بس شوي بقول له طلعت بس شوي. شو رأيك؟ شو تقييمك؟ بتقولي متخانقة مع المكياج، قال شو رأيك؟ شو تقييمك الفني للحالة اللي عم بتشوفها هون؟ ممتاز، صراحة ممتاز. بس مع ذلك ضليت الحلوة حبيبتي. ما أحلى هالكذبة اللي بتجنن. شكرا حبيبي، عيونك كل حلوين صراحة. حبيت الايلاينر. شوفوا الايلاينر، طلع الايلاينر، وواحدة فوق العين، واحدة أصلا مش مشبوكة بالعين، طلع بالعينتين أصلا الايلاينر مش واصل عند العين. أنا خفت تدخل بقلب العين، فقلت خليك ببر الأمان. شكرا حبيبي. تبريون حواجب هدول. الطبطبة هاي أول وحدة، يعني إنه كتير إنه زابطة. شوفوا هلا بالوجه العيون والتم بيخوفوني، يعني خفت يفوت شيء لجوا بالعين وبالتم، فما عدت اعرف ركز. بس الفاونديشن انه يعني في امان. مش عقل ليه ما صورت نهايه الفيديو قبل، ما بعرف. هيك يا حبايبنا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله تكونوا حبيتوا. او ان شاء الله ما تكونوا حبيتوا هالمنظر طلعت فيه انا. لا 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 لا. بعدني بطلع على حالي انه ايش اللي صاير بوجهي. بس والله لساتك حلوه يا حبيبتي. حبيبي يعني مش عارفه شو احكي لك. سلم هالايدين. هيك يا حبايبي، اذا بنكون خلصنا الفيديو. مره ثانيه ما تنسوا تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب، شغلوا زر الاشعارات ليوصلكم كل جديد من الفيديوهات الجديده. وبس انا رايحه اغسل وجهي، بشوفكم في فيديو جديد. انا راح اغسل ايدي. باي.